عبارة من بداية الأزمة بتاع جائحة كورونا، وهو كل يوم في زيادة مستمرة. مش هقول إن الزيادة دي زيادة في السوق المصري، دي زيادة في البورصات العالمية ككل، لأن الأزمة ما هيش أزمة تشتمل على السوق المحلي فقط، ولكن تشتمل على 198 دولة بتوع العالم، والكل في توقيت واحد. الزيادة لو جينا نقول من وقتها لغاية دلوقتي، يمكن في وقتها كان السوق ب 550 جنيه جرام الذهب عيار 21 الشائع الاستخدام. النهارده بنتكلم، او في اللحظه اللي حضرتك موجود معايا فيها، بنتكلم في 925 جنيه للجرام من نفس العيار اللي هو عيار 21. السبب ما زال قائم ولم يوجد له علاج، ففيزون المردود بتاعه لسه قائم، فالزيادات احتمالاتها وافدة أكتر من الانخفاضات. من بداية العام إلى وقتنا هذا زاد بما يعادل 38% في الثمان شهور دول، ما بالك لما يكمل لغاية آخر العام. مفيش ولا وعاء ادخاري ولا توظيف مالي ولا شهادات استثمار ولا سندات ولا فايدة بنوك كانت بتدي الكلام ده عشان الناس تروح للوعاء ده، ولكن كله بيجري ورا ده. في ناس بيعتبروا ان الوقت اللي احنا فيه ده هو وقت جيد لانه يجني فوائد. يعني حد لما تقول لي واحد اشترى ب 350 من 4 سنين ولا بتاع، لما الحاجه تجيب له 3 اضعاف او اضبط 3 اضعاف، يعني يبقى مبسوط جدا 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 جدا. وفي واحد حاجه سايكولوجيكالي كده ما هوش محتاج الفلوس، يقول لك اللي خلانا شاريه ب 350 وب 400 وب 500 بقى ب 925، ايه اللي يدفعني ان انا ابيع دلوقتي؟ ما استنى هيجيب 1000. والكلام ده وارد. بعض الناس اللي معاهم شويه فلوس فبيجي يقتني في سبيكه، في جناهات، في حاجات اللي هي مصنعيتها اللي هي لو مش محتاج يتزين بيها. احنا ما تجبناش ولا استفدناش حاجه ولا بتاع. الزياده زياده عالميه بترد على السوق المصري، واحنا ماشيين بالتوازي مع البورصات العالميه. احنا كتجار في الخامه دي ملناش مصالح، مصالحنا نبيع ونشتري، كل ما نبيع اكتر كل ما يطلع لنا حسن اكتر، لان احنا بنتاجر في المصنعيات مش في خام الذهب. يعني بالظبط كده بشبهها، واحد نجار جاب منشار ب 15 جنيه لما جه يبتدي مهنه، المنشار بقى ب 200 جنيه النهارده، هل هو هيبيعه ويبطل شغل؟ مش مستفيد حاجه. فهي دي برضه، الراجل اللي عنده كيلو اهو عنده كيلو، لو باع منه 10 جرام بيروح يشتري 10 جرام بثمن ما باع، انما هو مكسبه ايه وحسنته ايه؟ مكسبه باع 10 جرام واخدهم من الورشه ب 50 جنيه الجرام، باعهم ب 55. اي نعم هو كابيتال كبير اللي بيتحرك، ولكن هامش ربحه بسيط جدا جدا، لان احنا مش بنضيف نسبه مئويه من قيمه الصفقه اللي بتتم، احنا بناخد حسنه من المصنعيات او جزء من المصنعيات من التكلفه.